السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد على قناتكم قناة بحبك بلادي. عمر السومة نجم سوريا يأبى التنازل عن هذا اللقب الهام جدا لجوميز. قبل أن أدخل في تفاصيل الخبر أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس من الزرار الأحمر أسفل الفيديو كي تدعمونا ويصلكم كل جديد. شدد النجم السوري عمر السومة مهاجم فريق الأهلي السعودي الأول لكرة القدم الخناق على الفرنسي جوميز مهاجم الهلال بعدما قلص الفارق معه إلى هدف في المنافسة على لقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وسجل عمر السومة هدفا في فوز فريقه الكبير على الحزم 4-2 أمس ليرفع رصيده إلى 13 هدفا، وبالتالي يعزز حظوظه في الفوز بلقب هداف الدوري الذي سبق له التتويج بلقب الهداف 3 مرات آخرها الموسم قبل الماضي. وغاب السومة عن التسجيل لفريقه في الجولتين الأولى والثانية قبل أن يبدأ هوايته في اصطياد شباك المنافسين بتسجيل هدف في مباراة أحد وأتبعها بهدف آخر في شباك الحزم التي نجح في زيارتها أمس بالهدف الرابع. وواصل السومة أهدافه هذا الموسم وكان أبرزها الثلاثية في مرمى الهلال خلال المباراة التي خسرها 4-3 إضافة إلى الثنائية التي سجلها في فوز فريقه على الفتح بنتيجة 5-1. شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.